السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح Chapter 1 How goods are made around the world، او كيف تصنع البضائع حول العالم، وده طبعا في المحور الثالث How the world works، او كيف يعمل العالم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت lesson 7 او الدرس السابع، وكان نهايتها page 23 او صفحة 23. النهاردة ان شاء الله هنشرح lesson 8 و lesson 9 و lesson 10 كمان حتى نهاية chapter 1، وهنخلص النهاردة chapter 1 بالكامل. وقبل ما نبتدي في الشرح لازم يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونوصل لبيج 24 أو صفحة 24، ودي أول بيج في lesson 8 أو في الدرس الثامن طبقا لدليل المعلم. وعنوانها turning wheat into bread. turning يعني تحويل wheat اللي هو القمح into bread الى خبز. ازاي بنصنع الخبز من القمح؟ وهنا طبعا هو في شورت ستوري او قصة صغيرة بتوضح لنا ازاي القمح بيتحول لخبز جميل ناكله ونقدر نستخدمه ونشبع بيه. فطبعا القصة الصغيرة دي كمان بتوضح لنا ازاي التكنولوجيا والتكنولوجي اللي الانسان اخترعها وابتكرها سهلت عملية تحويل الويت او القمح into bread الى خبز. وهنا بيقول لنا read اقرأ the story القصة about how wheat اللي بتحكي عن ازاي القمح becomes bread بيصبح bread بيصبح خبز. واول صورة موجودة في الستوري الجميلة دي بيقول لنا فارمر عادل او المزارع او الفلاح عادل has يمتلك a wheat field. wheat يعني قمح، field يعني حقل او قطعة ارض يعني بيزرع فيها قمح. each season يعني كل فصل. he plants هو بيزرع seeds اللي هي البذور and waits وبينتظر for his wheat to grow بينتظر القمح بتاعه his wheat to grow لينمو. فهنا عادل عنده حقل بيزرع فيه قمح، وكل سيزون او كل فصل بيزرع البذور بتاعة القمح ويرشها في الارض ويحطها، وبعدين بينتظر حتى تنمو البذور دي وتبقى ايه، تبقى قمح جميل. وفي الصورة التانية بيقول لنا after farmer عادل's wheat is grown. بعد after يعني بعد farmer's عادل wheat القمح بتاع المزارع عادل is grown بينمو خلاص هو نما وكبر. he uses هو بيستخدم his tractor الجرار بتاعه tractor يعني جرار to harvest زي ما عرفنا قبل كده يعني يحصد يعني يجمع القمح ده من الارض زويت القمح. احنا عرفنا قبل كده في القطن وزراعة القطن وازاي كنا بنصنع القماش والملابس من القطن ان في حاجة اسمها harvest يعني حصاد يعني نجمع المحصول بتاعنا والزرع بتاعنا من الارض. فهو هنا بيقول لك عادل بعد ما القمح بتاعه بينمو after farmer عادل's wheat is grown بعد ما القمح بتاع عادل is grown خلاص نما he uses هو بيستخدم his tractor جراره to harvest يعني يحصد زويت اللي هو القمح. وفي الصورة التالتة يا أصحابي بيقول لنا هنا فارمر عادل يعني المزارع عادل sends يعني بيرسل
his wheat القمح بتاعه to a factory. factory يعني مصنع. to make flour, to make flour علشان يعمل الدقيق, flour الدقيق. طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة هنا في المصنع او في الفاكتوري في مكانة كبيرة بتاخد القمح ده وتطحنه وتشيل من عليه القشر بتاعه قبل ما تطحنه وتحوله لفلاور. فلاور يعني دقيق. زي ما عادل كان يستخدم التكنولوجيا وهو بيحصد القمح من الارض, برضو المصنع بيستخدم التكنولوجيا وعنده مكنة كبيرة بتحول القمح لدقيق بسهولة. ونقرأ الجملة دي مرة تانية. فارمر عادل, المزارع عادل, sends, بيرسل his wheat, القمح بتاعه, to a factory يعني الى المصنع, to make flour, ليصنع, make يعني يصنع, flour يعني الدقيق. وفي الصورة الرابعة بيقول لنا هنا baker هاني, baker يعني الخباز, baker هاني اللي اسمه هاني, uses يستخدم the flour اللي هو الدقيق to make bread يعني ليصنع الخبز. he sells يعني هو يبيع the bread اللي هو الخبز in his shop. his shop يعني المتجر بتاعه, المحل بتاعه. فهو بياخد الدقيق يصنع منه خبز لذيذ وجميل ويبيعه في الشوب بتاعه أو في المحل بتاعه. فنقولها مرة تانية, baker هاني, الخباز هاني, uses the flour, بيستخدم الدقيق, to make bread, ليصنع الخبز. he sells, هو يبيع, the bread in his shop, الخبز في متجره, الخبز في متجره. والصورة الأخيرة أصحابي, الخبز وهو في شكله الجميل, وبيقول لك people يعني الناس, buy يعني بيشتروا, the bread الخبز, from the bakery يعني من الخباز, to eat it ليأكلوه, with super اللي هو العشاء اسمه dinner واسمه برضو super. فالناس بيشتروا الخبز ده من البيكري او من الخباز علشان يأكلوا مع العشاء بتاعهم. ونقراها مرة تانية, people يعني الناس, buy the bread, بيشتروا الخبز, buy يشتروا, the bread الخبز, from the bakery الخباز, to eat it ليأكلوه, with super اللي هو مع العشاء. والكلمات الجديدة هنا يا أصحابي, turning يعني تحويل, turning يعني تحويل, wheat يعني قمح, into إلى bread يعني خبز, story يعني قصة, becomes يعني يصبح, farmer يعني مزارع, wheat filled يعني حقل من القمح, قطعة أرض مزروع فيها قمح, season يعني فصل, plants يعني يزرع, seeds يعني بذور, waits يعني ينتظر, grow يعني ينمو, after يعني بعد, grown يعني نما, tractor يعني جرار, harvest يعني حصاد, sends يعني يرسل, factory يعني مصنع, make يعني يصنع, flour
flour يعني دقيق. baker baker يعني خباز. uses uses يعني يستخدم. shop shop يعني متجر. sells sells يعني يبيع. people people يعني ناس. buy buy يعني يشتري. from from يعني من. bakery bakery يعني خباز أو محل الخباز. eat eat يعني يأكل. with with يعني مع. وسوبر سوبر يعني العشاء. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 25 أو صفحة 25 وعنوانها The Life Cycle of Bread. وزي ما عرفنا قبل كده يا أصحابي، Life Cycle يعني دورة الحياة الخاصة بحاجة معينة، ودايما أي Life Cycle بيبقى ليها بداية وليها كمان نهاية. فهنا هو بيكلمنا على Life Cycle بتاعت البريد أو دورة حياة البريد أو الخبز. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي بيقول لنا draw draw يعني ارسم the missing stages. missing يعني مفقود. stages stages يعني مراحل. to complete to complete يعني لتكمل. the life cycle of bread دورة حياة الخبز. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي هنا مكتوب start. start يعني البداية. وزي ما احنا شايفين برضو القمح موجود ولسه مزروع في الأرض وشكله جميل. تاني خطوة المفروض كان عادل عملها ايه بعد ما القمح نمى وكبر في الأرض؟ شاطرين، هيحصدوا، هيعمل harvesting بالتراكتور بتاعه، هيحصد القمح بالجرار بتاعه. فهنرسم هنا صورة للمزارع أو الفارمر وهو بيعمل harvesting، ان هو بيعمل عملية الحصاد للقمح ده بالتراكتور بتاعه أو بالجرار بتاعه. طب الصورة التالتة هو رسمها لك ومكملها لك لما القمح عادل خده وده الفاكتوري الفاكتوري أو المصنع علشان يعمل فلاور أو ميك أ فلاور أو يعمل دقيق نستخدمه بعد كده. طب الخطوة الرابعة بعد ما الفاكتوري عمل لنا الفلاور الجميل أو الدقيق الكويس الجميل اللي احنا بنستخدمه، مين اللي بياخده؟ شاطرين، البيكر. البيكر بياخد الفلاور ده علشان يعمل منه الخبز. فهنا نرسم صورة للبيكر وهو واخد الفلاور وبيحط عليه المية علشان يعجنه ويستخدمه بعد كده في عمل الخبز. طب واخر صورة يا اصحابي، اخر صورة، صورة البريد الجميل او الخبز الجميل اللذيذ اللي احنا بنشتريه من البيكري ده او من الخباز ده علشان نأكله ونشبع. وطبعا الكلمات الجديدة هنا life cycle يعني دورة حياة، missing مفقود، stages مراحل. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 27 لان صفحة 26 كانت صفحة بيضة وفاضية زي ما احنا عارفين. وبيج 27 عنوانها thank you card. thank you card يعني كارت شكر. كارت بنقول فيه لحد شكرا. الthank you card ده هنعمله لمين يا اصحابي؟ fill يعني املأ. in the card below في in the card below الكارت الموجود بالاسفل. to thank a baker to thank لتشكر a baker a baker الخباز. in your community in your community يعني في مجتمعك.
and invite him and invite him وادعوه يعني اعمل قول له اعمل له دعوه وقول له تعالى or her ولو الخباز ده كان واحده ست or هي or her يعني قول لها هي تيجي وتحضر to your classroom celebration للاحتفال بتاع الكلاس روم بتاعك او الاحتفال بتاع الكلاس روم بتاعك celebration يعني احتفال فانا بيقول لك املا الكارت بتاع الثانك يو كارد ده او كارت الشكر ده وهنملاه لمين هنملاه علشان خاطر البيكر او الخباز in our community in your community يعني في مجتمعك في المجتمع بتاعك and invite him وادعوه or her هو او هي to your classroom celebration to your classroom celebration يعني للاحتفال الخاص بالفصل بتاعك فهنا في طبعا كارت موجود وفاضي وفي صورة كمان للبريد الجميل ده المفروض نحن عايزين نقول للبيكر thank you فهنكتب هنا thank you thank you thank you وطبعا ده اسمه thank you card او كارت الشكر اللي احنا هنبعته للبيكر ده او للخباز ده اللي هو موجود في المجتمع بتاعنا ومكتوب تحت thank you card هنا cut out your thank you card قص thank you card بتاعك او كارت الشكر بتاعك هنقصه your teacher المعلم بتاعك will deliver it سوف يوصله deliver it يعني يوصله to a baker للخباز in your community يعني في المجتمع بتاعك فزي ما قلت لكم يا اصحابي هنكتب هنا thank you وممكن نزين الكارت طبعا برسمة ورود جميلة نرسم عليه ورود جميلة او نرسم عليه هدية المهم ان احنا نعبر للبيكر او للخباز ان احنا بنقول له شكرا thank you علشان هو بيخدمنا في المجتمع بتاعنا او in our community في المجتمع بتاعنا والكلمات الجديدة هنا fill يعني املأ in في the card below الكارت الموجود بالاسفل to thank a baker لتشكر الخباز in your community يعني المجتمع بتاعك and invite him ادعوه or her هو او هي her هي to your classroom celebration للاحتفال بتاع الفصل بتاعك cut out قص teacher معلم deliver يعني وصل ويور كوميونيتي زي ما عرفنا يعني مجتمعك ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 29 او صفحة 29 وده الدرس التاسع وطبعا بيج 28 كانت صفحة فاضية فده الدرس التاسع او lesson 9 وعنوانها bread in a bag bread يعني خبز in a bag في كيس bread in a bag خبز في كيس this is the recipe دي الوصفة recipe يعني الوصفة طبعا اي طبخة او اي اكلة معمولة في الدنيا لازم يكون ليها الريسبي بتاعتها او الوصفة بتاعتها اللي بتوضح المكونات اللي بتتعمل منها فاي اكلة في الدنيا لازم يكون ليها ريسبي فهنا بيقولك this is the recipe دي الوصفة we will use اللي احنا سوف نستخدمها to make our bread علشان نعمل البريد بتاعنا dough يعني عجينة علشان نعمل عجينة البريد بتاعنا او الخبز بتاعنا dough يعني عجينة يبقى دي الريسيبي يعني وصفة نحن سوف نستخدم to make لنصنع our bread يعني خبز dough يعني عجينة وهنا بيقول لك later بعد كده you can share it
انت ممكن تشاركها. You can, انت تستطيع. Share it, ان تشاركها. With your family, with your family يعني مع أسرتك. To make, علشان تصنع. Bread at home, خبز في البيت. فهنا طبعا هيقول لنا الوصفة الجميلة اللي ممكن نعمل بيها البريد دو. البريد دو او عجينة الخبز. وهنا بيقول لك ingredients. ingredients يعني المكونات. ingredients يعني المكونات. ingredients قولوها مرة كمان. ingredients يعني المكونات. هنا بيقول لك 240 جرام يعني 240 جرام of flour. of flour يعني من الدقيق. 5 ملي of salt 5 ملي من الملح. salt يعني ملح. 180 ملي of milk 180 ملي من اللبن من الحليب. 15 ملي of olive oil 15 ملي من الأوليف. الأوليف اللي هو الزيتون. أويل أويل يعني زيت. يبقى أوليف أويل يعني زيت الزيتون. وهنا بيقولك large plastic bags. large يعني كبير. plastic طبعا بلاستيكي. bags حقائب بلاستيكية كبيرة. baking sheet. baking sheet. sheet يعني ورقة. بس baking sheet ده expression مع على بعضه بيجي بمعنى الصاج. عارفين الصاج يا أصحابي اللي احنا بنحطه في الفرن وبيبقى جواه الحاجات اللي ممكن تتخبز. سواء كان مثلا كحك زي بتاع كحك العيد. سواء كان فطير معين زي بتاع البيتزا. سواء كان الخبز. الخبز اللي احنا بناكله ده بيتحط في صاج برضو ساعات علشان يتخبز. والصاج ده اللي بيخش الفرن وبيكون عليه الخبز اسمه baking sheet. baking sheet يعني صاج. واخر حاجة بيقولك parchment paper. parchment paper يعني ورق زبدة. parchment لوحدها بتيجي بمعنى بكالوريوس وبيجي بمعنى شهادة تخرج. بتيجي معاني كبيرة وكتيرة جدا. بس ده expression برضو على بعضه معناه ورق زبدة. parchment paper ورق الزبدة. وهنا بيقولك instructions. instructions يعني التعليمات. احنا دلوقتي عرفنا الingredients. الingredients اللي هي المكونات. المفروض احنا خلاص جبنا المكونات اللي احنا عرفناها وهنبتدي نتبع التعليمات او الinstructions علشان نعمل البريد دو. البريد دو او عجينة الخبز. فهنا طبعا بيقولك mix. mix يعني اخلط. flour. flour يعني الدقيق. and salt. and salt والملح. together. together معا. in the bag. in the bag في الحقيبة. يبقى نخلط الدقيق والملح مع بعضهم في بعض في الباج او في الحقيبة. تاني خطوة بيقولك add. add يعني اضف. milk. milk يعني الحليب. and oil والزيت. to bag للشنطة برضو. يبقى احنا هنحط عليهم الحليب ونحط عليهم الاويل او الزيت. بعد كده بيقولك zip bag closed. zip يعني اقفل باحكام. bag closed الشنطة وخليها مقفولة. وطبعا زي ما احنا عارفين زيبر. زيبر يعني سوستة. فزيب يعني هتقفلها كأنك مثلا بتقفلها بسوستة بفتلة بحبل. المهم هتقفلها باحكام. and squeeze it. and squeeze. and squeeze يعني واعصر. اضغط عليها واعصرها. and squeeze bag. squeeze يعني يعصر حاجة. squeeze bag هتمسك الشنطة وتعصرها بحيث ان انت تخلي الحاجات اللي جواها تتخلط مع بعضها جامد. until حتى all ingredients. all يعني كل. ingredients المكونات. are mixed ان هي تتخلط. mixed يعني تتخلط جامد مع بعضها. mix يعني طبعا يخلط حاجة معينة. and smooth. and smooth وتبقى عجينة في بعضها كده ناعمة. smooth يعني ناعم. فانا بيقولك
zip bag closed اقفلها بإحكام، اقفل الشنطة بإحكام. and squeeze back واعصرها وضغط عليها until حتى all ingredients كل المكونات are mixed تنخلط and smooth وتبقى ناعمة في بعضها كده. وطبعا mixed يعني يتخلط في بعضه، وميكسر يعني خلاط زي ما احنا عارفين الخلاط اللي ماما بتستخدمه في البيت ده اسمه ميكسر. تالت خطوة بيقولك lightly. lightly يعني برفق. lightly flour هنرش الفلاور، هنرش شوية دقيق the table على الترابيزة، يبقى هنمسك شوية دقيق كده ونرشهم lightly بنعومة كده وبرفق، رشة خفيفة كده lightly flour the table، هنرش رشة خفيفة من الدقيق على الترابيزة. dump dough. dump يعني نزل العجينة، dump يعني القي، dough العجينة out برا الكيس. and knead. knead يعني دلك، يعني ادعك العجينة في بعضها، يبقى هتdump dump dough هتسقط العجينة من الكيس. dump يعني يسقط، دو العجينة out من الكيس طبعا برا الكيس. and knead ودلكها ودعكها بايديك for 10 to 15 minutes من 10 ل 15 دقيقة، يبقى هنخرج العجينة من الكيس ونقعد ندعكها بايدينا من 10 ل 15 دقيقة. divide. divide يعني قسم دو العجينة into إلى 4 equal pieces. 4 يعني 4، equal يعني متساوي، pieces pieces يعني قطع، يبقى نقسم العجينة إلى 4 قطع متساوية. use استخدم rolling pin. rolling pin اللي هي المنشبة يا أصحابي، وزي ما احنا شايفين شكلها عامل ازاي، اللي بيستخدمها الراجل بتاع البيتزا وهو بيعمل البيتزا، واللي بيستخدمها الفطاطري وهو بيعمل الفطير، واللي بيستخدمها اي حد بيعمل عجينة وبيفردها علشان يخليها مستوية، دي اسمها الرولينج بين. الرولينج بين اسمها النشابة، هي خشبة كده بيفردوا بيها العجينة علشان تبقى مفرودة، اسمها النشابة. وبعدين بيقولك ايه، use rolling pin استخدم النشابة to roll roll يعني تفرد each piece كل قطعة flat flat وتخليها مستوية flat مستوية. place pieces. place pieces يعني ضع القطع دي on baking sheet. on baking sheet على الصاج. line it على شكل خطوط طبعا، line خط، lined على شكل خطوط. with parchment paper مع طبعا ايه، parchment paper او ورق الزبدة. واخر خطوة بيقولك bake. bake يعني اخبز، طبعا baker يعني خباز، يبقى bake يعني اخبز. for 8 to 10 minutes من 8 ل 10 دقايق. in the oven. in the oven في الفرن، oven يعني فرن، فندخلها الفرن ونسيبها من 8 ل 10 دقايق. وبكده نكون انهينا البيج دي وعرفنا ازاي الخبز بيتصنع، والريسيبي او الوصفة بتاعت البريد دو او العجينة بتاعت الخبز، والانجريدينتس المكونات، والانستراكشنز او التعليمات، وكل خطوة بتيجي امتى وبيتعمل ازاي الخبز عشان يطلع جميل ولذيذ. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 30 او صفحة رقم 30 وعنوانها bread is good. bread يعني الخبز، is good جيد، الخبز ده حاجة جيدة وجميلة. وانا بيقولك draw. draw يعني ارسم. and color. and color ولون. a picture صورة of you or your family ليك او لأسرتك. enjoying بتستمتع. bread بالخبز. complete. complete يعني اكمل. the sentence الجملة. below the picture. below below the picture اسفل الصورة. يبقى انت هنا ترسم صورة ليك او صورة لأسرتك وانتوا بتستمتعوا بالخبز الجميل اللذيذ. وبيقولك اكمل الجملة اللي موجودة اسفل الصورة
والجملة بتقول bread is good. bread is good يعني الخبز جيد. because لأن هنقول because ليه يا أصحابي؟ الخبز bread is good because إيه؟ الخبز جيد بسبب إيه؟ it is delicious and saturated. delicious يعني لذيذ، طعمه حلو وجميل. and saturated، saturated يعني مشبع، لما بناكله بنشبع، بنكون جعانين وبعدين بنشبع، فده اسمه saturated. saturated يعني مشبع، بتاكل منه فبتشبع. ف bread is good because it is delicious and saturated. وبكده نكون انهينا شرح chapter 1. وفي الختام احب افكرك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض أول بأول. وما تنسوش لو حابين تستفيدوا بالخصم الحصري اللي عامله موقع جوميا لمشتركي قناة فلاش التعليمية، والخصم ده بيوصل ل50%. لازم تدخلوا على الموقع بتاع جوميا من اللينكات الخاصة بالقناة، وأنا سايبها لكم في الوصف أو في الديسكريبشن أسفل الفيديو. لو استفدت من درس النهاردة اعمل لايك، والأهم إنك تشارك الدرس ده مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير، وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.